ضروري فرمضان وصافي عاد تسكنصاب ياك شي كنصاب صافي العشاء مرة في الجامع شتي لا والو كتصلي الصلاة ديال التراويح شحال كتصلي كاملين ولكن دابا مع الخدمة ما تنصليش حتى في النهار واحد الوقت ديال كاملين كاملين من بعد العشاء تنصليش تنا نعاود مع الجوج ونص تبدا التراويح تنصلي التراويح حتى تسالي حتى قبل نجرب واحد ثلاثة دقايق تنقطع وبالنسبة للصلاة ديال التراويح كتصليهم كاملين أولا كتصلي صلاة استغل الوقت فرصة لي مش ممكن شي فرصة يا أخرى تطلع على الدولة المهم يكفروا الدولة في النظر كتصلي أحيانا كتصلي كنحضر كتصلي حتى 14 ركعات ربع ديال العشاء وجوج ديال التراويح وحدة وحدة ديال التراويح وحدة ديال الشفع كنصلي كنصلي الله يبدي زاد العام إن شاء الله الله يخليك وشنو كدير في التراويح لا مره كنت دابا مع عندي هاد الايام زوج واحد الجيه فهمت كنصلي مره شويه ما كنصليش قلت حق ملي كنسالي ان شاء الله كنصلي يوم كامل ان شاء الله الله يكرمك هذا الصلاه راه ركن من الدين لا يوجد اسلام بلا صلاه صلاة التراويح غالبا تنصليهم كاملين نحاول نجتهدوا شويه الله يتقبل بخصوص هذا الشهر هذا شهر التوبة وشهر المغفرة وهذه فرصة عظيمة أن الإنسان يغفر من الذنوب ديالو حاولنا أن يتقرب الله أكثر نتمنى الله تعالى يغفر الجميع ويتقبل الله تعالى الجميع ضروري العود ايه هو في صلاه ديال التراويح شحال عدد الركعات اللي كتصلي كل مره كيبغي على حساب هاد الجهد واش الا كنت عايده غير شي مغلق مزيان نقدر شي نقاط من السؤال بعيده خمسه ما كان شي عايده كنصلي كنكمل ما ورا ما دار مبارك كريم فبلا خلو كلشي في الصحه ولا ما هادشي اللي طالع